هذا ديالو اليوم. هاد الوقفه الاخت بان جات من بعد عده الرسائل اللي احنا وجهنا الاداره يعني وزاره الداخليه والولايات الجهه، هادي مده احنا كنراسلوهم يعني باش يكون واحد الحوار اللي غادي نعتقوا هاد القطاع من هاد الشيء اللي كيوقع فيه. للاسف لحد الساعه الولايه يعني من نهار بدات القرارات كتنزل على السائقين كأنه مطر، يعني كينزل يوميا، كين توقفات، كيوقفوا المعدنيات وحتى الاستغلال. للاسف لحد هذه الساعه ما كاينش اللي تحاور معنا، ربما درنا زوج اجتماعات بدون جدوى وخرجنا بواحد برنامج مع الولايه الجهه، وكان واعدنا الكاتب العام ديال ولايه الجهه الدار البيضاء سطات بانه غادي يفعل هذوك المطالب ديالنا وغادي يخرج غادي يخدموا. إلى يومنا هذا كانت مجرد كلام في الهواء لا غير، ليس على حبر أو لا على الورق. إلى يومنا هذا فاضطرينا باش نخرجوا بهذه الوقفة الاحتجاجية اللي هي كبداية الوقفات اللي إن شاء الله غادي يكونوا إلى محلات الولاية الجهة الباب، لأن حتى هذوك الدوريات اللي هما نازلين مذكرات لا 336 ولا 444 ولا 750، حتى النقابات اللي كانوا كيساندوا هذيك اولا كيموافقين على الدوريات اليوم اصبحوا حتى هما مضرورين وصبحوا كيطالبوا بعدم تنفيذها. سيدنا صنف بان السائق غير اجير، يعني اعطانا الاسم بان احنا غير وزراء، ودخلنا في هذه المنظومه. كيجي العامل ديال خريبكا، هذا هو المشكل، كيجي العامل ديال خريبكا كيدير البنايات، كيقول بناء 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 وكيذكر 98-15، يعني ما خصوش يخالفها. كيقول لك بان السائق ازير وخاص يكون بيني وبين سائق واحد عقد شغل تحت المنظومه او تحت النظام ديال وزاره الشغل، يعني حتى يعني اصبح ازير. كيفاش التناقض؟ كيزي التناقض ديال الوزير سميتو العامل ديال اكادير، تا هو كيتكلم على البنايات وحنا كنعرفوا 750 نسخات بعد القرارات حيداتها، وكيجي العامل ديال الخريبكا كيرقمها وكيقول لك بناء على الدوريه الفلانيه. هذا تناقض. الا كانوا العمال ما فاهمين كيفاش غنفهموا حنا كمسؤولين او كقطاع؟ يعني ابتي لا بقيت كنتكلم غنتفرقع واقيلا. بالنسبه للجهه ديال الدار البيضاء كنوزع المسؤوليه الكبيره 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 بزاف، وهي الوالي ديال الدار البيضاء. لان علاش؟ السؤال ديالك كان في محله، لان الدوريات اللي هما بثلاثه لا يخصنا نحن كسائقين، لان الدوريات خاصه ما بين وزير ديال الداخليه والولايه، يعني هذه رساله من وزير الداخليه للولايه. لكن الولايه كانت قالت لنا ما غننفذ والو حتى نريحوا نتناقشوا على بعض القرارات وينزل واحد القرار، لاننا حنا عندنا واحد القرار اللي هو 29/07 فهو قانون بالنسبه لنا حنا كجهه الدار البيضاء. وهذاك القرار خد تقريبا واحد المده ديال 5 شهور وحنا كنعدلوا فيه مع الوالي السابق سي سافير الله يذكره بخير والله ينزل عليه رحمه، لان ذاك السيد خدم مدينه ديال الدار البيضاء. خرج هذاك القرار وتناقشنا فيه ماده وخرج الحي الوجود وصفقنا ليه وفرحنا ليه. لكن دابا عدنا القرار والولايه خازنا القرار ما كتعاملش به وكتعامل بالمذكره الوزاريه، وهي علاش؟ لان المذكره الوزاريه مجرد فيها كلمه السحب. وخصنا نعرفوا بان ما زاد حاجه اللي كتصنف سائق المزاول زيرو بولون اللي كيتكلموا هما كيقول لك حنا زيرو بولون، ما جابوش لي حاجه اللي غيستافدوا منها. غنمشي معك سبيل المثال، هنا مدينه ديال الدار البيضاء كانت توقف 800 سياره الاجره اللي كانت غتوقف يعني في الحين. الحمد لله دخلنا واستجبت لنا الولايه في هذا الباب، استجبت لنا الولايه. لو ان كنت وقفت هذيك 800 سياره الاجره غيصبح العطلاء وهم سائقين المزاولين غيصبحوا 1600 سائق اللي هو غيصبح عاطل، او لا غطلع الصومه الكرائيه ديال النهار يعني الروسيطه. فالحمد لله غادي نقول لك بان ال 750 ما عطاش المستغل ولا السائق ولو حرف في هذيك المذكره. المذكره فيها مجرد السحب، هذه الاولى. ثانيا كاين فيها الله يرضي عليك كاين فيها الخلافات، هذيك المذكره بالضبط فيها الاختلافات. مثل سبيل المثال كيقول لك مول الكريمه الا مات على ستور كنسحبوا لك المعدنيه،
لكن انت عاطيني قرار عاملي كيقول لي بانك انت غتخدم على 12 سنه، وانا خديت الكريدي على السياره وخديت الدعم على السياره وخديت الاعباء الضريبي على السياره. هذه يعني ولا عندي عقد بيني وبين القروض، بيني وبين سميتو الدار الضريبه. فاش كيحيدوا لي السياره يعني كيوقفوا لي من السير والجولان، كنبدا نخلص انا هاد لا بيناليتي اللي ارتكبتها الخطا ارتكبتها الولايه مع الوزاره، كنتحمل انا مسؤولتها، كنولي انا كنخلص فيها وانا عاطل.